السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بأهل الإسلام والإيمان. أبشروا فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكثير من الناس يا إخواني يختلط عليه أمر الدولة الفاطمية، ويظن بأن الفاطميين هؤلاء كانوا شيعة من الفرق الشيعية أو الرافضية، وهذا الكلام ليس بصحيح. فإن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكره الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي، وما ذكره أبو حامد الغزالي وتقريبا كل علماء المسلمين، لم يذكر أحد منهم بأن هذه الدولة كانت دولة شيعية، بل أجمعوا على أنها كانت دولة إسماعيلية باطنية ملحدة. هكذا أبو حامد الغزالي مثلا قال في كتاب المستظهري، قال: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر والإلحاد المحض. وكذلك قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، منها الرد على المنطقيين، قال: كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر ويبطنون الباطنية. وأيضا شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتبه في السير وفي تاريخ الإسلام ذكر مثل هذا، بأن الحاكم العبيدي هذا الملعون، الحاكم بأمر الله الذي يسمونه، كان ممن ادعى الربوبية والألوهية، هذا في السير. وفي تاريخ الإسلام بأنه قال لأحد أتباعه، قال: كم في جريدتك؟ قال: 16,000 يشهدون أنك أنت الإله. هذا في تاريخ الإسلام، عليه لعنة الله. فهؤلاء كانوا زنادقة، وأيضا انتسابهم، كانوا ينتسبون بأنهم من آل البيت، ليس بصحيح. وقد أنكر آل البيت في زمانهم بأن هؤلاء من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم الشريف المرتضى وأخوه الشريف الرضي، كتبوا محاضرة وقعوا عليها بأن، وشهدوا بأن هؤلاء العبيديين ليسوا من آل البيت بحال، وبأنهم كاذبون، وبأن آل البيت الكرام بريئون منهم، لا علاقة لهم نسبا ولا دينا ولا مذهبا بآل البيت ولا حتى بالشيعة. كانوا يظهرون التشيع ليكسبوا قلوب الناس، ولكنهم كانوا كفرة باطنية ملحدين. وحتى القرامطة الذين قتلوا الحجيج وغزوا البيت الحرام وغزوا الكعبة وأخذوا الحجر الأسود ومنعوا الناس من الحج سنين، وكان مركزهم في البحرين، كان المهدي هذا عبيد الله يكاتبهم ويحرضهم على ذلك. كل هذا الذي فعلوه القرامطة الملاعين عليهم لعنة الله كان بتحريض من المهدي عبيد الله المهدي الذي كان يدعى بالخليفة الفاطمي. فهذه هي الدولة الفاطمية، ليست شيعية وليست مسلمة، ولا علاقة لها بالإسلام ولا بآل البيت ولا بفاطمة رضي الله عنها، إنما كانوا كاذبون ملحدون. والحمد لله رب العالمين الذي خلصنا منهم، وكانت نهايتهم على يد الناصر صلاح الدين الأيوب رحمه الله، الذي كان وزيرا لآخر خلفائهم عندما استنجد الفاطميون بنور الدين زنكي، فأرسل إليهم بأسد الدين شيركوه، وكان خال صلاح الدين الأيوبي أو عمه لا أذكر. فكان شيركوه هذا هو الوزير للخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين العبيديين. ثم عندما مات أسد الدين شيركوه أصبح صلاح الدين الأيوبي هو الوزير، هو وزير الدولة الفاطمية للخليفة العاضد الفاطمي. ثم عندما مات الخليفة الفاطمي هذا، بايع صلاح الدين الأيوبي الخليفة العباسي بالخلافة، وبذلك انتهت الدولة الفاطمية العبيدية الخبيثة، والحمد لله رب العالمين. ومن مصائب الدولة الفاطمية أن الحاكم بأمر الله العبيدي هذا الملعون قد أمر بهدم كنيسة القيامة. تخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح الله عليه بيت المقدس، دعاه الناس النصارى والمسلمين إلى الصلاة في كنيسة القيامة فأبى، رفض، لأنه علم أنه لو صلى في الكنيسة فستقلب مسجدا، سواء في حياته أو من بعده سيقولون هذه كنيسة تخص المسلمين ما دام صلى فيها عمر بن الخطاب، فأبى رضي الله عنه وصلى بجانبها، وبنيت المساجد وعمرت المساجد وعمر المسجد الأقصى، وحفظ للنصارى كنائسهم، وأعطوا العهدة العمرية التي نعتز بها نحن المسلمين
يعني شهادة على عدل الإسلام وعدل عمر رضي الله عنه، وأيضا يعتز بها النصارى. ثم جاء هذا الملعون العبيدي الحاكم بأمر الشيطان فأمر بهدم كنيسة القيامة، فماذا كانت النتيجة؟ هبت أوروبا كلها وبدأت الحملات الصليبية بدعوى بأن المسلمين يهدمون الكنائس ويقتلون النصارى ويضطهدون النصارى. انظروا إلى الفساد، يعني هذا الحاكم بأمر الشيطان هدم الكنيسة باسم الإسلام والإسلام بريء منه. ثم ماذا كانت النتيجة؟ أن جاء الصليبيون من أوروبا كلها فاحتلوا بيت المقدس وقتلوا المسلمين. فهذه من أحد يعني مفاسد الدولة العبيدية التي تسمى بالدولة الفاطمية، وفاطمة رضي الله عنها بريئة منها، وآل البيت بريئون منها، والإسلام كله بريء من هذه الدولة العبيدية الخبيثة. فلا شأن لهذه الدولة الخبيثة لا بالإسلام ولا بآل البيت ولا حتى بالشيعة. الشيعة على بدعهم وعلى خلافنا معهم لا تصدر منهم هذه الأفعال، ولا يصدر منهم هذا الكفر، لا يغزون البيت الحرام ولا يقتلون المسلمين ولا يقتلون الحجيج. صحيح بيننا وبينهم خلاف، صحيح بدر منهم يعني خيانات مثل هذا وزير الدولة العباسية ابن العلقمي الذي تآمر على المغول، ثم كانت مقتلة بغداد ومقتلة الخليفة على بسبب خيانته، نعم، لكن بالمقابل هم مسلمون ليسوا كفر. الدولة الحمدانية سيف الدولة الحمداني كان يقاتل الروم، كان يجاهد في سبيل الله لأنه مسلم. الشيعة مسلمون ليسوا كفر، لا يغزون المسلمين ولا يغزون البيت الحرام ولا، وأيضا لا يضطهدون النصارى، يعلمون حرمة الكنائس بأن الإسلام حفظ أهل الأديان في بلاده. هكذا المسلمون يتصرفون. أما هذه الدولة العبيدية الخبيثة الملعونة ليس لها علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. يجب أن نفهم يا إخواني هذا الأمر، وأن نفرق بين المسلمين بفرقهم وبضلالهم وبين الكفرة الباطنية كأمثال هؤلاء العبيديون الباطنيون القرامطة الكفرة الذين آذوا الإسلام وأساءوا إلى الإسلام بأفعالهم وبكفرهم وبدنسهم، والحمد لله الذي خلص الإسلام منهم. والعجيب سبحان الله، يعني تستغربون كيف أن هذه الدولة نشأت في المغرب ثم كانت عاصمتها في القاهرة في مصر، هم الذين بنوا القاهرة، المعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي هم الذين بنوا القاهرة، كانت تعرف بقاهرة المعز، تمام؟ ولكن سبحان الله لا في مصر ولا في المغرب العربي كاملا يوجد شيعي واحد. هذا ما يدلك على أن أهل مصر وأهل المغرب وحتى أهل المشرق، لأن كان حكم الحجاز والشام كله تابعا وللأسف للدولة العبيدية هذه الفاطمية، لم يتشيع أحد. لماذا؟ لما رأوا من كفر هؤلاء ومن فساد هؤلاء العبيديين الذين تسموا بالفاطميين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.